هذا البرنامج برعاية سمة السعودية للمعلومات الائتمانية مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في حساب شخصي، في هذه الحلقة <applause> نستضيف الاستاذ المهندس محمد الخليل وهو نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف وايضا رئيس شركة فاد العقارية، وايضا استضيف الدكتور عبد الله المغلوث وهو عضو جمعية الاقتصاد السعودية وموضوع حلقتنا لهذا الاسبوع عن الترشيد في البناء السكني قبل أن نبدأ الحلقة نتابع هذه الأخبار الائتمانية ارتفع عدد الفروع التابعة للمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية في أغسطس آب الماضي إلى 1732 فرعا مصرفيا وأظهرت نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي ساما أن عدد البطاقات المصدرة من قبل البنوك التجارية بلغ 17 مليون بطاقة متراجعة بنحو 150 ألف بطاقة عما كانت عليه في يوليو واستحوذ نظام سداد على قرابة 11 مليار و 400 مليون ريال سعودي من إجمالي مبالغ الفواتير المسددة في حين استحوذت القنوات الأخرى على نحو 315 مليون ريال توقع العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني ساب ديفيد ديو استمرار نمو الاقراض المصرفي بمعدلات مرتفعه خلال السنوات المقبله حيث يعزز الوضع القوي للاقتصاد الكلي والانفاق الحكومي السخي التوقعات الايجابيه لنمو القطاع المصرفي على مدى الاعوام الثلاثه المقبله. ولفت ديو الى ان احد محاور التركيز الرئيسي للبنك خلال العامين المقبلين سيكون على استمرار نمو الاقراض للشركات خصوصا كما الافراد وحقق الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكه نموا بنحو 15% على اساس سنوي بنهايه اغسطس اب. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في حساب شخصي عن الترشيد السكني في هذه الحلقه قبل ان نبدا الحلقه نتابع هذا التقرير. أكثر من 55% من المنازل في السعودية مستاجرة ويتم بناؤها من دون عوازل حرارية وأجهزة تكييف ذو كفاءة ضعيفة ليستهلك قطاع المباني قرابة 80% من إنتاج المملكة للكهرباء منها 70% فقط تستهلك في مجال التبريد ما حد يستطيع يبني أقل من مليون لأنه حاليا الإسمنت ومواد البناء غالية جدا والأيدي العاملة حتى تطلب أكثر بعد تصحيح الاوضاع وال الناس اللي صححت اوضاعها وزي كذا تطلب اكثر اكيد على ايدي العامله يعني مو زي زمان قبل اربع خمس سنوات يفرق الوضع انا استطيع ان ابني اقل من مليون بانه يكون ايش مو من الشيء المعتبر يكون شعبي تلك النسب المخيفه والتي لها اثار ونتائج سلبيه على الاقتصاد الوطني والتنميه المستدامه حركت جهات حكوميه لاعداد برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءه استهلاك الطاقه وذلك بهدف الترشيد والمحافظه على تلك الموارد. تكلفه البناء هي قيمه الارض وقيمه ما يبنى عليه. ما يبنى عليه طبعا يبدا بالتصميم ثم بعمليه البناء ويشمل هذا اماله زائد مواد بناء وايضا اشراف وبعد ذلك صيانه. هذا الموضوع طبعا في المملكة العربية السعودية نحن بنبني بالطريقة التقليدية بمعنى نستخدم المواد ذاتها منذ حوالي خمسين سنة لم يطور هذا الموضوع أبدا فحتى التصاميم أيضا لا زالت بنفس التصاميم القديمة مع أنه بدأ بعض الأخوان المقاولين بيصغروا في الحجم في حين شدد عدد من المختصين في مجال البناء والتشييد على التركيز الواسع على حلول الطاقه السكنيه للمباني الذكيه في المرحله المقبله وذلك من خلال تطبيق احدث الوسائل التي توصل لها العلم والتقنيه الحديثه واستخدامات الطاقه والترشيد في المباني بمختلف انواعها الى جانب زياده وعي المستهلك في تقنيات البناء من خلال تقديم حلول متكامله لاداره الطاقه مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في حلقه حساب شخصي عن موضوع هذه الحلقه هذا الاسبوع ترشيد في البناء السكني أبدأ بالمهندس محمد الخليل وهو رئيس او نائب رئيس اللجنه العقاريه في مجلس الغرف ورئيس شركه فاد اول شيء انا ما ابغى اتكلم على موضوع يعني ترشيد في البناء السكني، انا ابغى اتكلم عن مفهوم الكونسبت كله حق موضوع السكن في المملكه. اول شيء ودي اعرف رايك على الوضع اللي صاير في البناء الان المساحات ألف متر و750 متر ونظام البلديات، هل هذا اللي قاعدين نحن نمشي عليه الان هذا يعتبر شيء طبيعي عادي صحيح ما في اي مشاكل يلا بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء اشكر الاستضافه وموضوع الاسكان معروف الموضوع شائك وطويل ومتشعب م. ما في شك ان ثقافه الاسكان عندنا قديمه جدا انه الانسان يعني اول شيء يحب التملك أنا قد قد, قد يكون التملك ليس الخيار الانسب في بعض المراحل م. للانسان هذا جانب قد يكون الاستثمار في المبالغ الذي يعني تجمع لديها وتكون تكون استثماريه افضل منها كعائد افضل كعائد افضل م. على بال ما يكون نفسه ويبني نفسه هذا جانب الجانب الثاني ما في شك انه محبب ان التملك جيد ومهم للجميع ولكن آه ثقافه الاسكان عندنا قديما الاسكان يحتاج او شيء فلّة كبير ثقافه بين الحكومي نعم. ولا الافراد هو الجميع كثقافه عامه يعني عند الجميع. المجتمع عند المجتمع أوكي. حتى لو دبنت الدوله دائما الفرد يطلب انه يكون الفيلا كبيره مثلا مساحات كبيره قد تكون مرهقه له حتى في الصيانه في التشغيل م. في البناء، البناء مكلف جدا م. نعود كذلك على مواد البناء المستخدمه احنا احنا مصرين على البناء التقليدي م. اللي هو استخدام الخرسانه واللوك والحديد رغم ان هناك انظمه بناء ارخص واسرع في البناء قد يكون افضل حتى حتى لاجوائنا وطبقت في دول العالم في في مناطق مشابهه لاجوائنا، على سبيل المثال ولايه اريزونا في امريكا شبيهه في جو المملكه العربيه السعوديه، وهناك طرق بنا صراحه يعني جدا ممتازه سريعه. مدهش مدهش يعني باختصار كذا؟ اللي هو البانل البانل اللي تحط مثل الساندويتش هذا من دون اعمده. وهذه طريقه المانيه وطريقه كنديه وطريقه امريكيه الان واثبتت جدارتها صح وفي طرق اخرى كذلك الهيكل الحديدي احيانا في بعض المناطق مثل الدور الثاني قد يكون هيكل حديدي م. هناك طرق عديده مدارس في امريكا تنشا بالهيكل ولها عشرات السنين م. هو لها المقصود من هذا انه لم تعطى الفرصه لطرق اخرى حديثه للبناء للاستخدام في المملكه العربيه السعوديه ومنحها تصاريح يعني يمكن وزاره مسؤولية من طيب هذه؟ البلديات قد تكون متحفظه جدا في موضوع منح الترخيص <applause> لبناء غير تقليدي، وانا م. وجهه نظري انه مهم جدا انه انه الاستماع لهذه لهذه الانظمه والنظر لها، قد يكون على عاتق وزاره الاسكان اللي هي بالاسكان اذا كانوا مختصين الموضوع هذا الاسكان م. ان تنظر في هذا الموضوع، على سبيل المثال نرى في المملكه العربيه السعوديه الان انه انه يقام أبنية حديدية هياكل حديدية للمعارض التجارية ما الذي يمنع وقائمة يعني مدة طويلة فممكن مع تعديلات بسيطة واستخدام البناء طريقة البناء الحديثة للإسكان يوفر وقت وجهد ومال مم. هذا من إذا تكلمنا على موضوع طريقة البناء موضوع المساحات لا شك أن هناك مساحات مفقودة في المنزل لدينا إحنا مساحات تستخدم لفترات بسيطة طوال السنة، قد يكون من المفيد أن تستخدم لغرضين، مثلاً استقبال الضيوف وكذلك استخدامها من قبل أصحاب المنزل. ناهيك عن أنه فترة الفترة الزمنية لعمر الإنسان يتطلب متطلبات مختلفة للسكن. إذا كان الإنسان حديث حديث الزواج قد يكفيه مثلاً غرفتين ومع ملحقاتها اللي صاله وطعام ومجلس والمتطلبات الرئيسيه في يعني 100 150 متر يعني انا اقول حلق على الاقل 200 يعني اذا كان او من 180 الى 200 حسب متطلباته قد يبدا في شقه سكنيه حسب امكانياته بعد ذلك لما يرزق باولاد يتطلب اذا مسك يتطلب مسكن اكبر هذه ما في شك بعد نهايه عمره الـ 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 الانسان يعني قد يعود هو زوجته وحيدين كذلك فتكون قد تكون يرجع طيب. الى سكن اقل انا وجهه نظري انه م. لو طبق الرهن العقاري م. بيساهم بشكل كبير في استخدام آه هذه النظريه اللي يبدا في شقه صغيره ومن ثم يبيعها بالرهن مرهونه وينتقل الى مكان اكبر وهكذا طيب. يعني حسب امكانياته طيب دكتور انت شو رايك بثقافه السكن الموجوده عندنا والحقيقه لما نرجع الى تاريخ ثقافه السكن آه توسع الناس في البداية عام 1395 عندما آه منح الصندوق العقاري المواطنين مبالغ 300 ألف ريال م. ومن ثم آه وزارة البلدية منحت أراضي حق المواطنين م. فهنا حصل تضارب في ثقافة السكن آه كيف يوزع 300 ألف ريال في مساحة أرض 400 إلى 500 متر م. وبالتالي هناك أصبح آه 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 توسع في البناء آه لا يمكن سيطرت عليه مستقبلا خصوصا في المصاريف الحالية مم. إضافة لو رجعنا برضو أسبق من ذلك لو وجدنا شبان والعائلات في القديم كانوا فلانهم صغيرة بيوت طين وغرفتين ومجلس الموضوع الآن الشعب لا يكفيها شقت غرفتين ولا صالة ولا مجلس بل, بل صار يبحث عن مساحة لا تقل عن خمس متر لذا الثقافة عندنا لم تكن ميسرة بالصح الصحيح ولم تكن موجهة بالنظر الواقعية مم. المادة هي التي تسيطر على ثقافة الإنسان السعودي. كي نعم الخليج بالذات عندما تكون هناك موارد أخرى م. الصندوق العقاري يمنح الآن 500 ألف ريال م. البنوك تمنح قروض إضافية للمواطن السعودي أو الموظف السعودي م. وبالتالي أصبح المواطن يبحث عن مساحات في الأراضي ومساحات في البناء تزيد عن حاجته وأصبحت كماليات تقلقه في عبء مالي لا يمكن يعني يتحمل. يتحمله ولدينا عبء او شكل سلبي او هو نظر الاخرين يقول ليه ابن عمي واخوي نسيبي جدي خالي بنى بهالمساحه لماذا لا ابني زيه؟ وهذه النظره التقليديه هو عبء نتحمله احنا الشباب لذا يتطلب من الجامعات وخطباء المساجد وان يعني يدعون الى الحد من هذا التوسع حتى لا يكون المواطن عرضه مم. لتكاليف اكثر وعدم استخدام اكثر هناك جزء انا اتفق مع المهندس محمد انه هناك مساحات مف... مفقوده ما تستخدم لذا لماذا لا يعني يقلل مساحه البناء حتى ممكن الشاب السعودي يستفيد من غرفتين وصاله ومجلس يقلل يعني الحين من الجهات الحكوميه الحكومية ولا تقلل من ناحيه انه تزيد وعي انه يقرر اولا ثلاث عناصر رئيسيه المساحه <applause> يعني عندما توفر المساحه هنا يبدا التوسع في البناء فاذا انا اعطيت مساحه صغيره ممكن ابني هذه المساحه اذا اعطيت ألف متر ممكن ابني سبعة متر وبالتالي هناك عبء عليه اذا اذا الحد من المساحات <applause> الحد من البناء يساعد المواطن على بناء وحدة سكنية تكفي أو تستكمل ما في جيبه من مال دون الاستدانة أو حتى إلى استدان ممكن استدانة ما تتجاوز على 20 30% طيب. طيب. مهندس محمد الآن خلينا نقول شلون غير ثقافة الناس أنه أنا أبغى أبني بما يناسبني واحتياجي الآن وبنفس الوقت بطريقة يعني بناء مرشدة ما تصير بمباهات ومجارات والى اخره، كيف نوصل هالخلطه اللي ممكن يقتنع فيها المواطن العادي، هل هذا دور الجهات الحكوميه ولا دور التوعيه الاجتماعيه والاعلاميه والى اخره، من وين تبدا؟ والله نعتقد من جميع الاطراف، حتى المطورين لهم دور، مثلا لو كان مطور يبدا في شقق سكنيه او دوبلكس منطقيه ومساحات معقوله ويضيف اليها خدمات اضافيه، على سبيل المثال صار متعدده الاغراض المناسبات. فيكون موجود لما تكون عنده مناسبه الانسان يعرف ان انا ممكن استاجر هذه الصاله لمناسباتي الخاصه فهذه بتساعد على كوميونتي او او مجتمع متكامل يعني حدائق مم. اللي ينقص المبنى مثلا الكبير انا احتاج حديقة الخاصه وصيانة والالعاب وغيره نعم تكون حدائق عامه حدائق عامه للحي مم. مغلقه نوعا ما لا يعني ما يكون في استخدام غير منطقي من الناس خارج الحي مم. فلما تكون المطورين يعملون على تخطيط شامل وماستر بلان شامل للخدمات بالاضافه الى الوحدات السكنيه مع توفر وحدات سكنيه صغيره ومتوسطه وكبيره قد يكون هذا محفز للانسان انه يراجع نفسه ويناظر امكانياته يقول لماذا انا بدل ما احتاج خادمه قد ما احتاج خادمه اذا سكنت في سكن اصغر من 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 الكبير او المتوسط فلانه الناس تختلف احتياجاتهم بعض بعض العوائل تحتاج الى الى مساحات كبيره ما في شك لكن احنا نتكلم على حديثي الزواج والشباب قد تكون بدايه حياتهم يحتاج الى الى متطلبات بسيطه نوعا ما، حتى ما زي ما تفضل الدكتور ما تؤكل عاتقه المبالغ والبناء والصيانه. م. هذا جانب يعني الحكومه كذلك عند بناءها مثل هذه المجمعات السكنيه والان هم في صدد انه بناء بعض الوحدات السكنيه للمستفيدين والمواطنين، قد يكون كذلك نفس الكونسيبت نفس المنهجيه تستخدم لدى الحكومه. م. هذا غير ناهيك عن القطاع الاعلامي في التوعيه وتوضيح الموضوع ودراسته وب... تلمس تغير الان يعني أعتقد, اعتقد في تغير ما في شك في تغير بعض المناطق على يعني سبيل المثال مثلا في منطقه جده وشرقيه خاصه في منطقه جده يعني الشقق مطلوبه جدا يعني معروفه وصارت الان متداوله بالعكس قد يكون الطلب على الشقق اكثر من الوحدات السكنيه لانه معروف وفيها تكامل الرياض بدات الان يعني قبل 10 سنوات و15 سنه نادر ما انسان يبحث عن شقه الان بدات الناس تبحث عن شقه وبدا الوعي يتسع في هذا الموضوع مع التملك, وما التملك وما نعم وجود التملك واللي اهم من التملك وجهه نظري هو يمكن ذكرنا عده مرات اللي هو نظام جمعيه الملاك اللي هو ضمان ان العماره تكون مصانه مشغله بطريقه احترافيه نظيفه فهذا يساهم بشكل كبير ان الانسان يسكن في مسكن متكامل من جميع الجهات. طيب. كيف يعرف الانسان اللي يناسبه من السكن؟ انا الحين توي متزوج وعندي زوجتي ولا عندي طفل ولا طفلين، انا كيف اقدر احتياجي؟ طيب انا بس بدي اضيف يعني على كلام المهندس انه الحاجه تقبل بالواقع في السابق كان انه المواطن عيب انه يسكن شقة امم لابد ارض وفله ومجلس وصاروة الان بحكم شح الوحدات السكنيه وشح الماده بقى الان ممكن يقبل بشقه وخلاص انتهى الموضوع اضافه على سؤالك انه دور المكتب الهندسي ممكن يساعد المواطن مم. على اختزال وثقافة معينة من بناء وحدة سكنية تفي الغرض الذي مراد سكن منه. في دول اوروبا وامريكا اي مواطن اوروبي او امريكي عندما يفكر في بناء وحدة سكنية او يشتري يعمل دراسة باتفاق مع بنك موله او جهة رسمية او بنفسه ما يحط من ضمنها يعمل دراسة شلون يقارن نفسه مع الناس. ايوه هنا المواطن السعودي جت ارض ملحة قرض فكر انه يبني قصر، ليه؟ ما عندك حاجه ليه انت ليه تزحم نفسك في اموال يعني تثقل على كاهلك وتشغل الناس لانه هناك لو نظرت الان معظم اصحاب المصانع الخرسانه وبعض المقاول لهم اشكاليات مع اصحاب الوحده السكنيه لم يوفي بالمال او المبالغ المتعهد فيها لانه توسع في مساحه ومواد لم تكن في الحسبان <applause> لذا ينبغي على 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 طالب المساكن او المرتد المساكن ان يعمل دراسه بحدود المال المتوفر لديه دون النظر مستقبلا ماذا ياتيه من بنك او من سلفه من ابن عمه او ابن خاله او صديقه. طيب مهندس محمد الان هل انت تشوف انا طبعا كان لي حوار مع مهندس بنا في الجامعه، فقالوا انه هناك مبالغه ضخمه كبيره جدا عند الناس في استخدام المواد في البناء، صحيح. الحديد، الاسمنت، تحس انه زي مكان محصن مسلح، يعني ما هو سكن هذا، اكثر من اللازم حصن حصن, حصن. اوكي؟ هل هذا السائد كله عند الناس و... ولا هم زاحزح. يتزحزحون من وين تيجي هالبنات الافكار هذه؟ هذه اتوقع هذه ما هي المواطن، مسؤوليه المهندسين صراحه، <applause> وهم المهندس اللي يعني يبي يحتاط اكثر من اللازم، وهذا يضر البلد صراحه يحتاط من إيش؟ يحتاط من, من البناء الهيكل مثلا تاكد ان الهيكل تلقى يعني يحتاج كميه معينه من الحديد تلقى احيانا دبل يقول يمكن انا على شارع رئيسي يمكن احتاج اني اطلع عده ادوار احيانا واحيانا ما هو على شارع رئيسي لكن بيحتاط اللي هو يسمونه السيفتي فاكتور حقه وهذا احيانا يساء استخدامه صراحه امور كثيره يعني هنا دور المهندسين 100% هذه مسؤوليه المهندس وليس مسؤوليه المواطن، المواطن ما هو ما هو ما هو فني، الفني هو المسؤول عنه. هو يهم ماديا المهندس انه يصير اكثر او اقل؟ لا بس هو لما يحتاط عشان يخلاء المسؤوليه بعد لاحقا وهذه مهمه. م. يعني على لكن... الزود ولا النقص. نعم هو أيوه. ما هو خسران يقول انا ماني الخسارة. ما هي علي على المواطن وهذا هذا خطا، طبعا انا اتكلم على بعض المهندسين وبعض المهندسين بالعكس جيدين. معروف انه موضوع الهندسه القيميه الفيليو انجينيرنج لما لم لا تستخدم جيد يعني اللي هي مثلا استخدام الامثل للمساحات، هناك ممرات يجب ان تلغيها، ممرات غير مستخدمه يجب ان تلغيها، وهذا بيوفر، كل ما وفرت لك 1000 متر او قصدي كل ما وفرت متر على الاقل بتوفر لك 1000 ألف 1500 ألف ريال للمتر. وهذا جانب مهم جدا، الابواب ندخل الى موضوع اللي هو موضوع الكود البناء، لو كانت عندنا كلها موحده، نعم. الابواب في معظم دول العالم تروح ترى الناس أو... ما تدري كود البناء عشان كود البناء حلو. اللي هو نظام البناء مثلا نوع الافياش، نوع م. الاسلاك موحد الان لما المواطن بيروح يشتري مثلا كهرباء يلقى 20 نوع، طيب هو مسكين ما يعرف منه وش الانسب وهذا سبب حرائق لانه يجي بوصلات كثير من الحرائق سببها م. هو التحويلات اللي بين مثلا من الامريكي ما يتحمل يتحمل إيه. إيه. لا من الامريكي مثلا لـ لـ للاوروبي فيقول هالوصله هذه خطره من كثره ما تتحمل وبعدين تموع وبعدين تصير فيها مشاكل حراق فانا ما ما زلنا نطالب انه باسرع وقت ممكن ان ان يعلن عن موضوع الافياش الكهربائيه الرئيسيه اللي تستخدم في المملكه ويكون نوع واحد حتى هذا بيساعدنا في موضوع الاستيراد او حتى نشوف كل, كل دول العالم نشوف كل دول العالم بالفنادق والى اخره تلقى واحد جدا في كل وغير كذا هذه بيساعدك حتى بكره بتسنع المصنعين بتشجع مصنعين سعوديين انه يصنع لانه معروف انه هذا اللي بيشترى لكني انا ما اقدر انا مصنع عندي 20 نوع صعب المنافسه فيه حتى لو تبي تستورد من الصين وعاده من الصين مع, مع رفع النوعيه من الصين وهذا الان جاري مع وزاره التجاره يعني الله يعطيهم العافيه انهم منسقين مع الصين بحيث انه ما يجي مستورد من هناك من المنشا رديء إيه ردي. فهذا بيساهم في عمليه اللي يسمونه كلمة سكيل انك يعني تستاجر تستورد كميات كبيره فبتنزل الاسعار فلما يكون نوع واحد بتساهم بشكل كبير في في نزول الاسعار مم. كذلك لما يكون عندك توحيد الابواب الباب مترين يعني في متر خلاص معروف هذا تروح تشتريه من اي مكان جاهز هذا بيوفر مبالغ بيوفر وقت كذلك النوافذ يعني كل هذا تحميل ستاندرزيشن اللي هو وضع قواعد يعني اي قواعد وانظمه واضحه والمساحات والنوعيه لكل مواد البناء من من الخرسانه الى ما الفرش هذا بيساهم بشكل كبير في توفير مبالغ كبيره وكذلك الوقت وهذا الى الحين موجود صح ما هو موجود بداوا الان واعلنوها لكن ما اشوفه مطبق ما زلنا نرى عده افياش في 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 طبعا مو شيء في كل شيء حتى في الانابيب المياه الأنابيب الكهرباء الى اخره صح اي نعم تخيل هذه حتى حيكون حتى يكون على المقاول ابسط في التخزين لما يكون نوع واحد معروف وقد نرجع نقول قد تكون وزاره الاسكان الان تعنى في هذا الجانب وتساهم في موضوع التوحيد توحيد انماط البناء والمواد المستخدمه هذا بيساهم بشكل كبير في تسهيل مهمه البناء طيب. انا بس كنت بعرج على أتكلم الدكتور على موضوع الاحتياج و... و... يجب ان يبني على الاحتياج واحنا دائما نفقد موضوع الاستثمار البديل يعني في بعض الاخوان عندهم فكر استثماري والبلد بلد خير وبركه م. ما في احد ودليل ان كثيرين يرغبون يجون في السعوديه لان بلد خير وبركه وفيه يعني خيارات استثماريه كثيره فقد يكون من المناسب ان يعني يكون الانسان يستثمر ومبالغ من المال ويستاجر فتره من الزمن القادرين على الاستثمار. طيب. بعد فاصل. فاصل.